إذن بعد الأمطار التي عرفتها ولاية تمنراست والتي تسببت في خسائر، استنجد السكان بمخيمات تقليدية مصنوعة الأفرشة للاحتماء فيها في ظروف مزرية، وهي الوضعية التي تبقى متواصلة حتى تطبيق التدخلات السريعة التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة. عبد الرزاق حاجي وسيد علي القصير. هكذا استحدث سكان عين قزام المقاطعة الإدارية المتضررة بفعل التساقط الكبير للأمطار الموسمية مخيمات تقليدية للاحتماء بها. هذه النكبة التي أصابت عين قزام ضيعت كثير من المنازل. هذا البناء ليش مثلا نافع شيره وضاعت الناس كاملة من كوبري طالعة لفوق. عندنا ياسر الخسارات، خرجنا الناس يامس 54 رقبة، وحدين ما زال راهي تلحق الفوشي. سمعت؟ مخيمات لا تتوفر على أساسيات الحياة، إلا أنها تبقى الملجأ الوحيد للسكان للحفاظ على أرواحهم وأرواح أبنائهم. دخلك نار المساعدة غاصة نسلم نطلب رغ الدولة هنا تغاوى سوات الدوبت برت اللي رنا سوار ورا الدوبت. الحمد لله رب العالمين تغيوانا نغ الدولة ندخلت كسان غد غامان. الحمد لله رب العالمين ورد نغي جاهرت ورد نغي خيد. تدخل سريع وعاجل ما يأمله سكان عين قزام الصحراوية لمد المساعدة لهم، خاصة وأن المنطقة تحتاج للكثير.